السلام عليكم. معكم فنان أمين أنور، موسيقي ومغني وكاتب كلمات وكذلك قطاع الله. هو الفن كان هو اللون صراحة، ولكن تعرف الإنسان خصو كان والدينا كيحبوا لينا القراية وكيحبوا لينا أننا نضمنوا المستقبل ديالنا، ونحن لله هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله توظفت وبقات عندي الهواية تاع الموسيقى. هي في أيام ديال الدراسة كنت شاركت في 1998 في مجموعة نجوم، لكن حال في نجحة، والكاستينغ الثاني اللي كنت نسيت فيه كان في برنامج استوديو دوزات في 2004 حتى هو حال في نجحة، ما فقدتش الأمل وبقيت كنموسيقى كنديرها راسي والناس اللي معايا اللي قرابين ليا. ومن بعد كيف كان صوت يعني كان كتبهم كنحن نتصور في الفيديو. زيد على هذا شاركت في مهرجانات، كنغني في مناسبات خاصة، يعني قريت الموسيقى سبحان الله العظيم. إلا كانت عندك في الدم راه ما كتقدرش تكون بعيد عليها، خاصك تكون قريب منها. إلا كان الإنسان فنان نيت خاصك دائما بحال كتولي كتغدي روحك منها عادش كتسمع الناس الصوت ديالك. كنعزف الآلة ديال السانتي أو بيانو أو كيبورد أو كلافي كل واحد كيفاش كتسميه. ما عمري قريت الموسيقى، مي كنفهم المقامات، كنفهم حكم الاحتكاك ديال الموسيقيين والأساتذة اللي هما كبار في الميدان. الحمد لله كنعرف المقامات، كنعرف الاتقانات. ما درتش الصوفاج، ولكن دابا بحكم اليوتيوب وبحكم هادشي اللي ولا عندنا التكنولوجيا اللي كاينه دابا، كتقدر تدخل تفورمي راسك غير من اليوتيوب. داك الاساس، ديك الطاقه اللي كانت عندك في الاول كتزيد كتطورها باليوتيوب. دابا كتعرف المقامات كيف قلت لك، ماشي بالضروره ديال الكونسيرفاتوار باش تكون فنان. ما خطرتش على بالهم هما الغلاوة، والله فين برد فين حنان قلبوا عليك وعندهم، وانا بخطر على بالك يوم تعالي يمين وعندهم، وانا بخطر على بالك يوم تسأل عني يا